خلونا نتحول لمنافسات كوبا امريكا المثيره اللي هي الصراحه مش واخده حقها. يعني النهارده في تمام الساعه 3 صباحا او فجرا يعني يوم الاربعاء هنكون على موعد مع مباراه مهمه بتجمع ما بين منتخب الارجنتين ونظيره الكولومبي في دور نصف النهائي. راقصوا التانجو بقياده الاسطوره ليونيل ميسي بيتاهلوا الى نصف النهائي بعد الفوز على الاكوادور بثلاثيه نظيفه. اما في المنتخب المقابل يعني المنتخب الكولومبي بيتاهل لنفس الدور بعدما تغلب على الاورجواي 4-2 بركلات الجزاء الترجيحيه بعد انتهاء الوقت الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي. طيب الارجنتين بتتسلح في المباراه اكيد طبعا بميسي اللي بيتصدر ترتيب هدافي البطوله حتى الان برصيد 4 اهداف. ميسي طبعا اسطوره لا تنتهي اللي بيقدم مستويات متميزه جدا كعادته، بيطمح ان هو يواصل المشوار ويحقق اول لقب قاري ليه مع المنتخب الارجنتيني.